Hello, dear students. How are you? Today we are going to continue with activity 2, genes and alleles. In the previous video, I explained the meaning of a mutation and the three different types of a mutation. Only a mutation is a change at the level of the DNA. It may or may not lead to a change at the level of protein. وحكينا عن الDNA وشو يعني الجين وشو يعني non-genes. Okay, and we said also that we have three types of mutations. The first type is called the substitution mutation, and we observed here the difference between normal hemoglobin and abnormal hemoglobin when T is substituted by A. Okay, كان في فكرة صغيرة قبل ما كمل الـ addition with deletion mutations. هم في شغلة كتير مهمة لازم تعرفوها. إنه mutation here, the mutation produced a new protein. New protein. طيب حدا بيقول لي اوكي نيو بروتين سيكل هيموغلوبين، سيكل هيموغلوبين از ات نورمال؟ نو اتس اب نورمال. يعني ذا ميوتيشن ليدز تو ذا برودكشن اوف نيو بروتينز، نيو كاركترستيك، يعني نيو فينوتايب، شكل جديد. بما انه البروتين عم يتغير يعني الفينوتايب عم يتغير. ما هي اذا انا بدي اقول دي ان اي تشينجز، ام ار ان اي تشينجد، دي ان اي تشينجد، ام ار ان اي تشينجد، بروتين تشينجد، فينوتايب تشينجد. The DNA changed. The DNA تغير يعني the gene is changed. تغير الجين. This is called allele. Allele هو شكل من أشكال الجين. رح نشوفهم بالactivity الجاية بالتفصيل. بس the mutation, the importance of a mutation, it creates new characteristics. هلأ مثلا نحن البشر due to mutation we got new characteristics and we اختفت عنا old characteristics. مثلا درس العقل، درس العقل اللي بيطلع لنا بتبنا، في كتير بشر هلا بطل عم يطلع لهم درس العقل. قبل كان فك الانسان اكبر، كان بحاجه انه ياكل جراس عشب وغيره، ففكه كان اطول شوي. الجين المسؤوله عن تكوين درس العقل بلشت تعمل ميوتيشن مع الوقت لانه تغير نمط حياه الانسان. اوكي، وبعدين شو صار عنده هيدا الانسان؟ بلش يختفي هيدا الدرس. هلا بعد شي 100 200 سنه بيختفي نهائيا. الخطوط الموجودة بالإيد ممكن مع الوقت تختفي شوي. مثلا في example اللي هو الموث، الفراشات، الباترفلايز. إن بإنجلاند قبل الثورة الصناعية، before industrial revolution, there were a lot of moth. كان في نوع من أنواع الفراشات white in color، لونه white وحجمه كبير. وdue to mutation كان في منهم black. نتيجة الميوتيشن عملوا ميوتيشن صار في منهم بلاك موث، فراش أسود. الفراش الأبيض نعرف إنه هالمناطق كانت دائما تلج فيها، أوكي؟ فبس تهدي الفراش البيضة على التلج ما بتبين، ما بياكلها العصفور، بينما الفراش السوداء بس تهدي على التلج it's eaten by birds. طيب due to industrial revolution، نتيجة التطور الصناعي، نتيجة الثورة الصناعية، دخان المصانع الأسود صار يصبغ شو ما في مناطق باللون الأسود، يعني due to smoke. Okay, all areas became with the smoke dust, أو خلينا نقول smoke اللي لهم made these areas black in color. Trees became black, snow became black. Okay, so when the white moth تقعد على ال snow أو على المنطقة اللي هي سوداء صارت تبين، صار يجي العصفور ياكلها، بينما الفراشة السوداء بطلت تبين لسبب واحد إنه المنطقة كلها صارت مسودة، فالميوتيشن خدمها لهيدي الفراشة، اوكي؟ So mutations lead to new phenotypes and change in our characteristics. طبعا هيدا بصف علوم الحياة في تفصيل أكثر عنه. Now let's move to the second part of a mutation أو second type of a mutation which is the deletion mutation. The deletion a mutation. When I say deletion a mutation, it's a type of a mutation where one or more nucleotide is or are deleted. Nucleotide بتروح. Okay? For example, this is a normal DNA. TGA, GGT, CTC, CTC, TTC. What happened here? This T is eliminated. نتيجة فاكتور معينة هيدي T طلعت من محلها، راحت. Okay? اختفت من محلها. شو صار؟ صار عندي TGA هي GGT C بقرة اللي بعدها C C راحت التي من هون، راحت التي من هون، فشو اللي صار أنا بما أنه راحت التي بقرة C C وباخد السي اللي وراها صارت C C C بعدين T C T
تي سي تي تي سي واللي وراها اوكي شو في وراها ما بأسف. So this is called deletion mutation where one or more nucleotide is or deleted at the level of the DNA and this leads to beta thalassemia. إذا كان هيدا الهيموغلوبين هيدا بيعمل لي beta thalassemia اللي هو dangerous disease اللي هو it's a very dangerous disastrous anemia okay leading to absence of or destruction of red blood cells. وهودي الأشخاص دائما لازم ياخدوا دم. Mutation by insertion. By insertion or addition. When I say mutation by insertion, one or more nucleotide is or are added at the level of the DNA. هلا أنا عم بحكي عن وحدة. يمكن أكثر من النيوكليوتايد تيجي تقعد بالDNA. ما إلى لزوم تيجي تتحش حالة. Like here. This is a normal GGG, TTT, TCA, CTA. طبعا ماخذ الهيموغلوبين سيكونس من 70 لل 73. Due to mutation, اجت امينو اسيد او اجت النيوكليوتايد تي اجت النيوكليوتايد تي قعدت هون تي دحشت حالها هون between تي سي and سي شو صار سي جي جي تي 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 طبيعي تي تي سي تي تي سي شايفين بعدين هل اي صارت مع اللي وراها اي سي تي اي سي تي بعدين اي هون اوكي واللي وراها هلا حدا بيقول لي ليش عم تقرا هيك لانه you have to know that انه انا لازم تتذكر you have to remember that انه each three nucleotides called codon form one amino acid اوكي لازم كل ثلاثه نيوكليوتايد يعطوا امينو اسيد عشان هيك عم بقرا ثلاثه ثلاثه so this is called the mutation by insertion when where one or more nucleotides is or are added هيدا الهيموغلوبين بس يصير هيك بيصير بيعمل مرض اسمه تشاينيز بيتا تلاسيميا نوع من انواع التلاسيميا الموجوده بالصين اوكي تشاينيز غير الميديترينيان تلاسيميا اللي عندنا بالبحر المتوسط او بلبنان وبهالمناطق اوكي طيب now let's move to the effects of mutations effects of mutations these are very very important effects of mutations the mutations has four effects هن ثلاث انواع ميوتيشن Substitution, deletion, insertion. Okay, هم نعرفون. Substitution, one or more nucleotide is replaced. Deletion, one or more nucleotide is or are eliminated or deleted. Insertion or addition, one or more nucleotide is or are added to the DNA. The effects, we have four effects. The missense effect. Missense effect. The missense effect means a change in one amino acid. Change of a nucleotide leads to a change in one and only one amino acid. بس واحدة amino acid بتتغير محل النيوكليوتايد. يعني تغيرت النيوكليوتايد بتتغير واحدة amino acid اللي بيسببها بس substitution بيعمل لي missense. Deletion والeliminate والinsertion ما بيعملوا missense. ما بيغيروا واحدة amino acid بيغيروا أكتر. خليني أشوف كيف يعني. يعني هون مثلا here okay This is the normal DNA and this is the abnormal mutated DNA. T is replaced by A. Okay? Instead of GLU, شو طلع عندي valine. بدل glutamic acid طلع عندي valine. يعني change in one nucleotide leads to a change in one amino acid. This is called missense effect. Missense effect. The number of amino acids is conserved. عدد الأمينو أسيدز كونزيرفد إذا بعدهم هون 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 بعدهم أمينو أسيدز بس تبدلت الأمينو أسيدز أوكي one or more أمينو أسيد ما في مشكلة بس the type of أمينو أسيد is replaced this is called missense the second type is called the silent effect of a mutation كمان substitution بيعمل silent effect only اوكي يعني الديليشن والاليمينيشن ما بيعملوا سايلنت افكت للميوتيشن كيف يعني سايلنت افكت شوفوا هون سايلنت افكت اوف ميوتيشن لايكو هيدا هون دي ان اي ترانسكرايبد سي جي جي تي 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 اكسترا ذس از دي ام ار ان اي ذس از دي امينو اسيد سيكونس هير وي هاف تي هيدي التي اللي هون از سبستيتيوتد باي سي ات بيكمز تي تي سي TTC gives the nucleotide AAG لأنه transcribed بوجه AAG instead of AAA رح يطلع عندي AAG AAG gives lysine وAAA هون كانت عبتعطي lysine so the amino acid is never changed ما تغيرت الأمينو أسيد أعطاني نفس الأمينو أسيد
يعني اثر هيدا الميوتيشن شيء على البروتين؟ No. So this is called silent effect of a mutation. ما حدا يقول لي silent mutation. Silent effect. Limitation من ثلاث انواع: addition, deletion, substitution. الافكتس اللي لهم missense or silent الى اخره. So silent mutation effect is the effect where the mutation doesn't change the amino acid. It produces a new codon that gives the same amino acid, such as here. AAA gives lysine. After substitution, AAG gave lysine. Okay? The third effect of a mutation is called the nonsense effect. The nonsense effect بتعمله substitution with deletion with insertion. Okay? When I say nonsense effect, يعني stop codon. يعني creation of a stop codon. عم تخلق stop codon أو عم تلغي stop codon. تخيلوا انتو هيدا بروتين في ستوب كودون هون، نتيجة الميوتيشن بستوب كودون اختفى ستوب كودون فصار دي ان اي اطول، يعني الامر ان اي اطول، البروتين اطول. however due to mutation خلق ستوب كودون هون، صار البروتين truncated مشوه non-functional اقصر. اوكي look here nonsense effect of a mutation. عندي هيدا by insertion انا ماخدها، هلا بتزبط by substitution وبتزبط by elimination of deletion. لايكو هون due to insertion في عندي insertion هون التي اجت قعدت هون between T and C صار TTC ياها TTC ACT الى اخره. لايكو هون شو خلق عندي ACT gives UGA. UGA means stop codon. This mutation created a stop codon. Stop codon يعني the protein بدل ما كان يكمل بعد فيه هون رح يطلع زيادة إله هون لا stopped بطل يكمل the protein. The protein is a truncated مشوه. So this is called the nonsense effect when the mutation creates or eliminates a stop codon. Okay, it's done by substitution, deletion, insertion. ثلاثتهم بيعملوهن. أما آخر effect هو الفريم شيفت effect بالعربي تغيير الإطار. It's done only by deletion and insertion. بس هو اتنين بيعملوه هو أخطر تأثير. كيف يعني أخطر تأثير؟ يعني حقيقة إذا أنا بدي شوف كيف بغير deletion لاحظوا عندي أو insertion هون عندي deletion ليكو هيدا DNA normal وليكو هيدا abnormal DNA هون طلعوا شو تغير هيدا هون بعد الميوتيشن طلعوا كل النيوكليوتايدز اللي طلعوا الكودون سي 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 تي سي تي هون كانوا سي تي سي سي تي سي تي تي سي هل هني نفس الشيء؟ all the codons all the nucleotides will be changed after the mutation or beyond the mutation من هون لاخر لل 140 150 قد ما طوله كان الدي ان اي كله بيتغير تخيلوا فريم شيفت يعني اذا الميوتيشن صار هون كل اللي وراء الميوتيشن نيوكليوتايدز تخربطوا كل البروتين غلط صار نفس الشيء الانسيرشن لاحظوا هون اجت هيدي التي دحشت حالها هون فعندي بعد الميوتيشن شو صار عم يطلع عندي هون كان تي سي اي سي تي اي لاحظوا تي تي سي اي سي تي تغيروا كل النيوكليوتايد سيكونس افتر ذا ميوتيشن اند كونسيكوينتلي ذا اول امينو اسيد سيكونس ويل تشينج كل الامينو اسيد وراء الميوتيشن will change يعني هي مصيبة انه the protein will be abnormal totally abnormal like thalassemia where the hemoglobin is totally abnormal no normal hemoglobin in the red blood cell cannot carry oxygen and carbon dioxide so the individual die if he didn't take blood or blood transfused to him okay so the fourth effect is the most dangerous effect where The frame shift means the whole sequence of the DNA, يعني الامرنA, يعني البروتين بعد الميوتيشن بيتغير. كله بيتغير عن الطبيعي. The whole sequence of DNA, so all amino acid beyond the mutation will change. These are the effects of mutations. You have to study them منيح منيح منيح. Okay, with examples, مع الexamples. بتمنى, don't forget to subscribe to the channel and for more support, أكيد. And if you have any question, ask me. See you in the next video, inshallah.